طبعا بستخدم اللغة العربية في حياتي إلى حد ما، لأن الأطراف الأخرى ما بتستخدمهاش. إن سألني أحد فأجاوب عليه. لا قلما الصراحة. كلا. فصحى. لا لا يعني هزرت مع أصحابي بيها بس. اللي هو أصل فصحى دلوقتي لا صعب الموضوع، يعني مش سهل إن أنت تتكلمي حد اللغة العربية فصحى، كل الناس هتتريق عليك أكيد. كلا. يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ والله هو مش هيبقى سهل، بس يعني جايز اقدر. لا عارف طبعا ازاي بقى، مش قوي يعني. بس انا ذاهب الان لانهاء موضوع خاص بالمكتب الخاص بزوجتي. كلا. اكيد لقد تناولت وجبه الفطار اليوم، ولقد أتت عربة العمل، فيجب علي أن أذهب الآن. لقد أخذ مني السجة يا سيدي. لقد استيقظت من النوم مبكرا اليوم وذلك لإجراء بعض الأوراق المطلوبة بخصوص تراخيص الصيدلية الخاصة بي، ثم استقليت المترو للذهاب إلى نقابة الصيادلة، والحمد لله لقد أنجزت المهمة بنجاح. اتحدث معك الان باللغه العربيه الفصحى. صعب صعب بس لا انا مفتخر يعني، بس لو درستها كويس يعني، لو عرفت الانطقه صح لو اتكلم معاك عادي، واتكلم مع الناس كلها ما عنديش مانع. اظن كده اللغه العربيه بقى ما حصلتش يعني.